من منطلق مهامها في مجال المراقبة وسهرا منها على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري، تسجل سلطة ضبط السمعي البصري ظهور قنوات تلفزيونية جديدة تبث برامج من دون اعتماد أو ترخيص يذكر. وأمام هذه الحالة تلاحظ السلطة أن القنوات التي تعمل خارج الإطار القانوني كثيرا ما تتناول مواضيع حساسة تثير استياء الرأي العام وتتطرق إلى طابوهات تمس بالمصلحة والأمن العموميين وتخدم مصالح وأجندات مشبوهة. هذه القنوات التي تخلت عن الحياد والموضوعية ولم تمتنع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو اقتصادية دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة، همها الوحيد هو الشهرة وتحقيق الربح المادي وأعلى نسبة من المشاهدة على حساب حق المشاهد في برامج متنوعة وذات جودة. وتعتبر سلطة ضبط السمعي البصري أن وضع الإعلام السمعي البصري رهينة غاية تجارية وأهداف مادية محضة يوقع الصحفيين تحت شعار حرية التعبير في فخ الذاتية وعدم المسؤولية ويحيدهم عن الأهداف النبيلة للإعلام الثقيل ويخضعهم للأطماع المادية على حساب القيم الوطنية والثوابت والمواقف الدبلوماسية للبلاد. وفي انتظار صدور القانون الذي يؤطر نشاط القنوات السمعية البصرية، تحذر سلطة ضبط السمعي البصري من النشاط دون ترخيص صادر من وزارة الاتصال التي تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من لا يتمثل لمقتضيات القانون 1404 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.